السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرتاحين ليا مع راسكم. قبل ما نبداو الحلقه ديالنا بغيت نشارك معكم واحد الحاجه جديده، وحتى نتوما بغيتكم تكتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات، بغيتكم تكتبوا لي الراي ديالكم كي جاتكم. المهم بزاف د الخوت هاد الايامات كيصيفطوا لي ميساج في انستغرام وفيسبوك، ولا بعض المرات كنتلاقى معاهم برا في الزنقه ملي كنكون خارج. المهم بزاف د الناس مؤخرا لاحظت باللي كيقولوا لي امين انت كتعجبنا الطريقه ديال السرد ديالك للقصص، يعني كتعرف تعاود القصص وكتوصلهم لينا بواحد الطريقه زوينه. المهم بلا ما نبقى نشكر فراسي بزاف، اعوذ بالله من قوله انا، كيقولوا لي امين راه كنبغيو نتفرجوا فيك ونسمعوا القصص ديالك، ولكن ودي راه كتخلعنا ملي كتدوا لينا على الجنون والشياطين وكاع داك العالم، راه كنتخلعوا كنخافوا، راه ما كنقدروش نتفرجوا في هذوك الحلقات واللي دير لينا قصص ماشي بالضروره يكون فيهم الجنون، المهم قصص فيهم الاثاره والتشويق واحداث كلها مشوقه. مثلا دير لينا قصص الجرائم، دير لينا قصص القتل، دير لينا قصص ديال القضايا اللي ما لقاوش ليها الحل ديالها، شي قصه ديال شي حاجه خطيره دوخات العالم. المهم دير لينا هذا النوع ديال القصص اللي فيهم التشويق، او دي غير ما تجبدش لينا الجنون راه حنا كنخافوا. داكشي علاش الخوت قررت نولي ندير لكم سلسله كندوي فيها على هذا النوع ديال القصص، وبطبيعه الحال في نفس الوقت غنبقى ندير لكم قصص ديال الجن حيت بزاف فيكم كيعجبهم هذا النوع ديال القصص. المهم ديروا الخاطر لهنا ولهنا، غير بقاو لي على راحتكم، ولكن المهم بالنسبه ليا فهاد الشيء كامل هو كل حلقه غادي نحطها ان شاء الله غتكون زوينه ومشوقه، واهم حاجه هو تستمتع بها وتكملها بلا ما تحس. اي والله يقدرني على الفرحه ديالكم، كنحاول ندير جهدي في كل حلقه باش تعجبكم. والحاجه الزوينه بالنسبه ليا هما هذوك التعليقات الزوينين اللي كنلقى في كل حلقه، وبطبيعه الحال لي لايك والميساجات الزوينين هذه هي احسن حاجه بالنسبه ليا. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم بغيتكم تكتبوا ليا في التعليقات الراي ديالكم على هذا الشيء، على هذا الجديد. وبالنسبه اللي اول مره كيشوفني ما تنساش تدخل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يبقى وصلك ديما الجديد. الخوت نبداو الحلقه ديالنا. القصة ديال اليوم كتدور على واحد الفتاة صغيرة عندها 10 سنوات سميتها أولغا. أولغا واحد النهار بغات تمشي عند جداتها اللي كانت ساكنة حداهم، جداتها كانت ساكنة في نفس الشارع فين كانوا ساكنين هما. أولغا عمرها ما خرجت بوحدها، ولكن هذاك النهار بالضبط بقات كتطلب في ماماها غير باش تخليها تمشي بوحدها لعند جداتها. في الأول بطبيعة الحال ماماها ما بغاتش، ولكن من بعد ما بقات كتطلب فيها وحكرات عليها قبلات الأم ديالها باش تخليها تمشي. وهنا أولغا غادي تقبل ماماها وغتخرج، ولكن هاد القبلة اللي كانت في وجه الأم غتكون هي آخر قبلة في حياتها، حيت أولغا غادي تخرج هذاك النهار وما غتبقاش ترجع نهائيا. داز على الاختفاء ديال أولغا 5 أشهر ووالديها مازال ما لقاوهاش، قلبوا عليها في كاع البلايص ولكن والو بدون أي نتيجة. كان كيصحاب ليهم باللي خطفها شي واحد، كيصحاب لهم باللي خطفها شي واحد وداها لشي بلاصه بعيده، حيت الاثار ديالها ما كاينش نهائيا. ولكن الحقيقه هو ان أولغا كانت غير حداهم، كانت مقتوله في واحد السطح ديال واحد العماره غير حداهم، قتلوها وخلوها مليوحه تم بهذيك اللبيسه البيضاء ديالها، ميته مسكينه تم والتحد ما مسوق لها الخبار، غير بالفضل ديال واحد العامل صيانه هو اللي لقاها وبلغ الشرطه. الشرطه بطبيعه الحال قالتها للاهل ديالها، وهذا الخبر كان بالنسبه لهم بحال الصدمه. بطبيعه الحال هذيك بنتهم وبنتهم الوحيده اللي عندهم. الشرطه دارت التحريات ديالها وقلبوا على القاتل ولقاوه بالفعل. هذا القاتل كان مدمن مخدرات، يعني خطف أولغا غير باش يسرق ليها واحد المال كان عندها واحد المال باش تشري به الحلوى، خطفها غير باش ياخذ ليها داك شويه ديال المال. أولغا في هذيك اللحظه ملي خطفها بغات تهرب منه، ولكن هنا فين غيضربها الراس بواحد الحديده وغطيح ميتة. من بعد هاد المأساة غادي يديوها عائلتها لواحد المقبرة يدفنوها. هاد المقبرة كاينة تم في هذيك المدينة اللي ساكنين فيها في روسيا. غتقولوا لي دابا واش صافي القصة ديالنا سالات صافي؟ بلاتي غصبر، القصة ديالنا يلاه غتبدا. يعني كاع الأحداث الغريبة والغامضة، أو بالمعنى الأصح الأحداث المجنونة اللي غيوقعوا يلاه غنعاودهم ليكم. غير وجدوا راسكم لهاد القصة الغريبة اللي أول مرة غتسمعوها. من بعد ما دفنات أولغا بقاو والديها حزينين عليها بزاف. الأم ديالها ما بقاتش قادرة تعيش في المنزل اللي ساكنين فيه، أي بلاصة في المنزل كتفكرهم في بنتها. الأب ديالها كان كيدخل البيت ملي كيجي من الخدمة
وكيهز الملابس ديالها وكيبقى يبكي. يعني صافي ما بقاوش قادرين على هذا الحزن، ما بقاوش قادرين على هذه المأساة، وقرروا باش يبدلوا حياتهم. وبالفعل سكنوا في واحد المنزل اخر، ولدوا واحد الطفل وسموه الكسندر، عوض لهم بعد شويه الفراغ ديال بنتهم اللي ماتت. ولكن واخا هكاك عمرهم ما نساوها، واخا دازت 10 سنين على الموت ديالها عمرهم ما نساوها. كانوا ديما كيمشيو للقبر ديالها كيزوروها، وكانوا كيديو لها الالعاب والورد، وكيدوزوا معها بزاف ديال الوقت كيبكيو عليها وكيتفكروها. عاد كيرجعوا للدار المده ديال 10 سنين هما كيمشيو عندها، بلا ما يعرفوا باللي هذاك القبر اللي كيمشيو ليه ديال بنتهم ما هو الا قبر خاوي، قبر فارغ. اواه كيفاش كيفاش القبر ديالها خاوي؟ فين مشات؟ او بالاحرى شكون خطفها؟ اولغا غادي خطفها واحد الراجل من القبر في العام اللي دفنات فيه. يعني والديها كانوا كيزوروا غير قبر خاوي لمده 10 سنين. ولكن بلاتي السؤال المطروح هو علاش هذا الرجل خطفها من القبر، وشكون هو هذا الرجل اصلا؟ واش هذا الرجل بعقله ولا مسطي؟ الرجل اللي خطف اولغا سميتو اناطولي ماسكيفن، والهوايه ديالو المفضله هي سرقة جوجة الفتيات الصغيرات، كيسرقهم من القبور ديالهم وكيحولهم لدوما. اناطولي هو واحد الراجل ما مزوجش، عنده 40 سنة وكيعيش مع والديه، ما كيشرب ما كيكمي، وعمره ما عرف شي بنت، يعني عمره ما عاشر شي مرأة في حياته. اما بالنسبة لمعدل الذكاء ديالو طالع بزاف، كيقولوا عليه العبقري حيت كيدوي ب 13 لغة. زيد على هادشي خريج كلية اللغات بجامعة موسكو الروسية، وفوق هادشي هو كاتب وصحفي، وعنده أيضا دراسة على تاريخ المقابر. وكيف ما كيقولوا القراية بزاف كتسطي، حيت بكثرة هذيك القراية ديال أناطولي اللي قرا ودك قعدك العلم ديالو ولا مجنون ولا مسطي. دوز 30 عام وهو كيدور على المقابر في روسيا غير باش يوثق التاريخ ديالها، التاريخ ديال كل مقبرة، لدرجة كتب أكبر موسوعة روسية على المقابر، وكتب أيضا شوية من حياة ديال هادوك الناس اللي مدفونين فيها. وعلى حساب اناطولي كيقول الا بقيتي في المقبره بزاف ديال الوقت ما كتبقاش تخاف، ما كتبقاش تخاف من الموتى والجثث، على عكس كتولي تعشق هذا الشيء، كتولي تعشق هذه الامور. وهذا الشيء بالضبط اللي وقع عليه هو، لدرجه ولا كيدوز النهار كامل في المقبره، كيدوز النهار كامل حدا الموتى وكينعس حداهم. وحتى هذيك الدراسه ديالو اللي كان كيدير على القبور عرف باللي الكهنه القدماء كانوا كيديروا بزاف الطرق باش يدووا مع الموتى ويتواصلوا معاهم، وهذا الشيء بالضبط هو اللي خلاه يبقى في المقبرة، هذا الشيء اللي خلاه يبقى في المقبرة باش يتواصل معاهم. ولكن السؤال ديالنا هو علاش كان كيسرق هذوك الجثث ديال الفتيات الصغار؟ علاش؟ في الحقيقة أناطولي ما كانش كيسرق هذوك الجثث على قبل شي حاجة خايبة، إنما كان كيسرقهم غير حيت كان كيعشق الفتيات الصغار بالنسبة ليه كأب ديالهم. يعني كان كيسرقهم غير حيت كان كيبغيهم وكأنه الأب ديالهم. أناطولي كان كيكره الجنس والزواج وكيتقزز منه، ولكن في نفس الوقت كان باغي يولي أب ديال شي طفلة. في الأول حاول يدفع طالب للحكومة باش يتبنى شي طفلة، ولكن ما قبلوش نظرا للحالة ديالو المادية، وأصلا هو عازب يعني ما مزوجش، وهنا ما كان عنده حتى شي اختيار آخر من غير يمشي للمقبرة وينعس حدا هذوك القبور ديال هذوك الفتيات الصغار. كان كيمشي حدا القبور ديال الفتيات وكيبقى يدوي معاهم، كيبقى يدوي معاهم على حسب القول ديالو هو، يعني على حسب ما كيقول هادوك الفتيات اللي كان كيمشي عندهم كيبقاو يبكيو عليه وكيقولوا ليه دينا معاك دينا معاك وما تخليناش هنا، يعني كيبقاو يبكيو كيقولوا ليه ما تخليناش في هذا المكان البارد والمظلم والمرعب، ما تخليناش هنا بوحدنا وتمشي، يعني كيبقاو يطلبوا فيه ويبكيو غير باش يديهم معاهم. وهذا الشيء بالضبط هو اللي خلاه يولي يسرق هادوك الجثث ويديهم للمنزل ديالو. أناطولي كان كيخلي الوالدين ديالو حتى كيسافروا عاد كيمشي يمارس الهوايه المفضله ديالو، كان كيسرق الجثث ديال الفتيات اللي كان العمر ديالهم بين 3 سنوات و15 سنه، وبطبيعه الحال ما كانش كيديهم بهذيك الحاله للمنزل ديالو، حيت كيف ما كنعرفوا الجثه كتكون معفنه وفيها واحد الريحه خايبه، داكشي علاش كان كيتبع واحد الطريقه، وهاد الطريقه ديال الفراعنه القدامى واللي هي التحنيط. في الاول كيحط الجثه في الملح باش تمص جميع السوائل اللي فيها، من بعد كيدير لها الصودا وكيخليها في اماكن جافه مهجوره، كيخليها تم باش تحول للمومياء، وفي الاخير كيلبسها ثياب جديده واحذيه وكيدير لها قناع على وجهها باش تبان وكانها دميه. وحتى والديه ملي كيجيو ما كيشكوش فيها جثه، كيصحاب لهم باللي ولدهم غير عزيز عليه الدميات وصافي،
أما بالنسبة للمعاملة ديالو معاهم كانت في قمة الأبوة. كان كيجلس حداهم وكيدوي معاهم، كيجلس حداهم وكيتفرج معاهم في الرسوم المتحركة، وكيحتفل أيضا بكل عيد ميلاد ديال كل وحدة فيهم. وبالطبيعة الحال كان كيعرف كل وحدة العيد ميلاد ديالها إمتى، وخا الحالة المادية ديالو قليلة كان ديما كيشري لهم الهدايا وكيعاملهم وكأنهم بناته، وكأنهم بناته اللي ما عندوش في أرض الواقع. في عام 2011 غتلقي الشرطة القبض على أناطولي، وغيلقاو في المنزل ديالو 29 دمية، أي 29 جثة. ومن حسن الحظ الشرطة ما لقاوش صعوبة باش يتعرفوا على الجثت، حيث أناطولي كان كل جثة كاتب عليها كاع المعلومات ديالها، سمياتهم، تاريخ الميلاد ديالهم، يعني كل شيء كاتبوا عليهم. وهنا الشرطة غتبلغ بهذا الخبر لقاع الوالدين ديال هذوك البنات، وبالطبيعة الحال حتى الوالدين ديال أولغا، حتى الوالدين ديال أولغا ملي سمعوا هذا الخبر تصدموا من هذا الشيء. مامات أولغا قالت باللي بنتي تعرضت للقتل من طرف مجنون مدمن المخدرات، ودابا خطفها هذا المجنون الآخر من القبر ديالها وما خلاهاش حتى تموت فراحتها. الأم كانت في واحد الحالة ديال الأسف والحزن خيبة بزاف. أما بالنسبة لأناطولي ملي بغاو يحاكموا في المحكمة قال العائلات ديال هذوك البنات انتوما تخليتوا على بناتكم وخليتوهم بوحدهم في هذاك المكان المظلم والبارد، وأنا اللي جبتهم للمنزل ديالي، ودفيتهم واعتنيت بيهم. وفي واحد اللقاء صحفي آخر قال أناطولي باللي السبب اللي كان كيخليه يخطف هذوك البنات ويرجعهم دميات هو كان متيقن باللي العلم واحد النهار غادي يقدر يحيي الموتى، يعني العلم غادي يولي قادر باش يحيي كل واحد ميت. وبطبيعة الحال الأطباء فحصوا أناطولي واعتبروه مجنون، وهكا داوه المستشفى ديال الأمراض العقلية. أما بالنسبة للفتاة أولغا داوها والديها لواحد البلاصة مجهولة ودفنوها تم غير باش تموت على راحتها وتهنى من هذا العالم اللي خيب. الخوت الحلقة ديالنا سالات، نتمنى القصة تكون عجباتكم، وإلا عجباتكم ديروا لايك وبارطاجيو مع أصحابكم. كان معكم أمين قيطي، تهلاو.